عجينة عندي خلاص عجناها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هبدأ بقى اجيب كيسين تلاجة او ورقتين زبدة اللي موجودة عندكم. كيس التلاجة موجودة في اي بيت، فيعني لو ما عندكوش ورق زبدة تقدروا تشتغلوا بيه. هبدأ ان انا اجيب جزء كده من العجينة، طبعا زي ما قلت لكم المفروض تريح شوية في التلاجة بس احنا هنشتغل فيها على طول، تمام؟ فهتدوخنا شوية في الشغل بس يعني ايه، انتوا ريحوها شوية في التلاجة عشان تعرفوا تشكلوها وتبقى معاكم سهلة. هبدأ ان انا اجيب كيسين تلاجة وافرد ما بينهم جزء من العجينة، مش العجينة كلها. جيب النشابة، النشابة في الدرج ممكن اهي. هنبدأ بقى ايه نفرد كده. بصوا بقى كيس تلاجة او ورق الزبدة بعرف اتحكم فيه ان انا احرك العجينة زي ما انا عايزة اهو. خلي السمك وسط، مش عايزة السمك يبقى رفيع قوي. خلاص هبدأ ان انا اساوي في، لا جزء كده تخين قوي فهساويه معلش اهو. هبدأ اساوي كده بالشكل ده كده اهو طبعا، وسهله جدا في الفرد تاني وبتتفرد تاني ومفيش مشكله خالص اهو. هبدا اعمل كده ايه، الجزء ده هشيله اللي هو مش متساوي. بصوا بتتلم على بعض تاني عادي خالص، تشكيلها في منتهى السهوله. بحطه في بقيه العجينه وببدا ان انا ايه اساوي الطرف. طبعا بصوا شايفين العجينه طريه جدا، محتاجه كانت تشد في التلاجة، ف معلش هوريه كل الخطوات بس يعني هتدوخنا شويه واحنا شغالين كده بس تمام. خلاص انا عايزه بقى ايه المستطيل اللي انا سويته ده هو اللي هشتغل فيه. هقوم جايبه قطعه عجوه تمام اهو. بصوا هقوم ببططاها كده بالشكل ده الايه. طب اهو انا هاجي لك هنا ماشي. بصوا هحطها كده هنا، دي كبيره قوي معلش هصغرها شويه او هرفعها شويه، هشيل منها كده جزء من السمك بتاعها اهو اهو. بصوا ببطط خلاص، وبالكيس هبدا اتني الجزء ده عليها تمام. انا عايزه بقى ايه الجزء اللي احنا قاطعينه، فانا هوسع ده كده عشان تبقوا شايفين. انا بمشي واحده واحده بس انا عايزاكم تشوفوا بالظبط، فهشيل الجزء ده عشان تبقوا شايفين، عشان تبقوا دي بس الواضحه عندكم اهي عشان تبقوا شايفين كله كده اهو. بصوا بلف بقى عليها بالشكل ده وببدا ان انا ايه اقفلها كده عشان اسويها، شايفين اهو كده. واقوم جايباها كده اتاكد ان انا قافله الجزء ده، بصوا لسه مفتوح، ابدا ان انا ايه اقفله كده بالشكل ده اهو. بقفل كده بالشكل ده اتاكد ان انا قفلت كويس اهو عشان يتساوى معايا كله اهو بالشكل ده تمام كده. طيب هجيب بقى شوكة وهبدأ ان انا بصوا همشي من اول العجينة عندي اهو، همشي كده من فوق هتبان معاكو اكتر الشكل اللي احنا عملناه اهو، عشان اعمل نفس شكل البسكوت بتاع العجوه اللي احنا بنشتريه اهو، شايفين؟ واحده واحده بقى بالسكينه هبدا اقطع اهو. خليكوا بالراحه خالص لان العجينه لينه وناعمه خالص اهو، واحده واحده اهو. لو في حته مش متساويه في الاخر اشيلها. خلاص ابدا اجيب الصاج ورص فيه بسكوت التمر. بصوا من جوه
اهو شايفين بالشكل ده اهو نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من ال في ال بتاع الشركات بالظبط اهو العجوه جوه بنفس الشكل اللي من فوق اعملوا بقى الحجم اللي انتوا عايزينه عايزين تصغروا عايزين تكبروا براحتكم خالص تمام وهكذا كده وصلت خلاص ولا بندهن بيض ولا بنعمل اي حاجه بنبدا نشتغل بنفس الطريقه برضو اهو احنا الوقت ايه اهو كده هنبدا نفرد مستطيل بالشكل ده تمام هوريكم سريعا كده واحده كمان واساوي المستطيل بتاعي اهو العجينه بمنتهى السهوله بتتلم وبعملها تاني اهو هبدا اساوي الجناب اهو بالشكل ده بحط حته عجوه اللي بطريها اهو بصوا طول ما هي طريه كده بعرف اتحكم فيها بمنتهى السهوله اهي بالشكل ده احط حته هنا اهو وببدا ان انا الف بالكيس وبعد ما الف بالكيس اهو بصوا بقوم قافله قافله كده مش هتاكد ان كله اتقفل اقفل كده اهو وبفتح خلاص بصوا انا كده قفلت تماما اهو خلاص اقوم جره الشوكه كده بالشكل ده واقوم مقطعه اهو بالشكل ده ونرص وعلى درجة حرارة 170 بتاخد حوالي ربع ساعة بعد ما بيطلع هوريهولكوا اهو خلاص منتهى السهولة حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا ومفيهاش أي حاجة بعد ما بيخرج بيبقى عامل كده اهو منتهى الجمال شايفين ده اللون اللي احنا عايزينه حلو جدا ويعني ناجح جدا وتحفة اهو بصوا تمام هنبدا بقى نرصه كده على بورد يلا اسلم رصه لي بقى باذنك عشان نبدا نقدم مع بعض اللحمه والفراخ